يا مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة عندنا ثلاث فقرات. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها مع دكتورة شيماء منصور عن استخدامات الليزر المختلفة، والفقرة الثانية هنتكلم فيها مع دكتور أشرف سمعان عن مشاكل الجسم وعدم تناسق الجسم وإزاي نقدر نحلها، والفقرة الثالثة دكتورة دينا أبو سعود وبشرتك مع ماسي. يلا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع علشان نتابع فقراتنا. الليزر واستخداماته المختلفة، كتير قوي بنسمع عن الليزر وبنعرف انه ليه استخدامات مختلفة، مش بس في موضوع ازالة الشعر بالليزر او الناس اللي عندها شعر زائد، لا ده ليه استخدامات تانية كتير جدا. ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتي العزيزة دكتورة شيماء منصور، استشاري الجلدية والتجميل والليزر بالمركز الطبي. عاملة ايه يا قمر؟ كله تمام؟ الحمد لله. الليزر مهم جدا ان احنا نتكلم عنه ونقول انواعه ونعرف الناس، لانه بقى عندها ناس بقى عندها خبرة دلوقتي وتقول لك ده انا بشرتي سمراء ينفع لي ايه، انا بشرتي بيضاء ينفع لي ايه. فخلينا نعرف في البداية اهم استخدامات الليزر ايه. هو الليزر ده عبارة عن كلمة اختصار لكذا حرف، يعني هي حروف مجمعة لكلمات مختلفة. معناها في الآخر بالعربي هو عبارة عن ضوء مضخم بيحصل له بيمشي في مسار واحد، لا بيحوي يمين ولا بيمشي شمال. ده المفروض هو ده شعاع الليزر. الليزر اللي بيختلف أنواع الليزر المختلفة، في أكبر نوعين في الجلدية اللي منتشرين، الليزر إزالة الشعر والليزر الفراكشن الليزر اللي بيستخدم في تجديد البشرة وندبات حب الشباب والتصبغات. في أنواع أخرى المتخصصة في الأنواع مثلا الوحمات بكل أشكالها، في نوع ليزر تاني متخصص في التصبغات، بس أكبر نوعين أو أشهر نوعين مستخدمين في الجلدية هو إزالة الشعر والفراكشن الليزر. اختلافات الليزر إيه في إزالة الشعر؟ بنسمع صيحة في إزالة الشعر بالليزر مختلفة في إيه؟ في كذا حاجة. أنواع الأجهزة نفسها، نوع الجهاز، السيستم بتاع الليزر اللي شغال جوه الجهاز هو ده اللي بيختلف في نوع وحدة التبريد اللي شغالة في الجهاز. هي ديت اللي بتعمل اختلافات في الليزر، وهو ده اللي بيخلي فيه أجهزة بتجيب نتائج وأجهزة لا. أنا لما جيت عندكم لقيت جهاز محترم جدا، فخم كده وكبير، ولا فعلا احدث حاجه اعتقد هي الجهاز نفسه. تحديد النتيجه بتاعته بتعتمد اساسا على وحده التبريد اللي شغاله في الجهاز، لان وحده التبريد دي هي اللي بتخلي الدكتور عنده استعداد او يقدر يعلي في الجولز فيقدر يجيب نتائج من غير كومبليكيشن. ازاي؟ كل ما عليت وحده التبريد كل ما اللسعه بتاعت الجهاز قلت، فبالتالي السايد افكت بتاعها على الجلد بيقل، فانا بقدر اوصل للتارجت بتاعي اللي هو الشعرايه من غير ما اعمل كومبليكيشن اللي الناس بتسمع عنها، ان جلد اتحرق، حصل لي غمقان بعد جلسه الليزر، او ان الليزر ما جابش معايا نتيجه. ليه ما جابش نتيجه؟ لان هي خايفه تعلى بالجوز بتاعت الجهاز فتحرق المريضه معاها، فتستخدم جوز قليله جدا فما تجيبش نتائج. يبقى انا هنا بتكلم عن جهاز لازم يبقى وحده التبريد بتاعته عاليه جدا. في انواع كتير في السوق للاسف وحدات التبريد فيها مش عاليه، فبتقلل من كفاءه الجهاز اللي معايا. نيجي نتكلم في الشق الثاني من جهاز الليزر، وهو السيستم اللي شغال جوه جهاز الليزر. عندنا الليزر بتاع ازاله الشعر دول ثلاث انواع بيختلفوا حسب الطول الموجي للجهاز. عندنا الالكسندرايت والاندياج والديود اللي في الوسط. الاسامي دي كلها اسامي الطول الموجي بالظبط للجهاز، وده اللي انت بتظبطيه على حسب كل نوع الشعرايه وشكل البشره اللي معايا. الالكسندرايت ده الويف لينس بتاعته او الطول الموجي 755، ده بيستخدم للناس اللي بشرتهم فاتحه والشعرايه فيها سمراء، تقدر تستحمل طول الموجي ده. عندي الوسط الديود ده 808، ده بيستخدم في استخدامات اخرى، وعندنا الاندياج دولت للناس السمراء. فانا بالتالي عندي الجهاز بتاعي اللي موجود عندنا في السنتر في ثلاثة سيستم بالظبط، وده اللي بنختلف بيه عن اي مركز اخر. ان ممكن يبقوا جايبين جهاز واحد بيشتغلوا بيه كل الهير ريموفر، اللي يجيب معاه نتيجه يجيبه ففي بالظبط يجيب نتائج مع ناس وناس لا، او يحرق ناس وناس تعدي. ليه؟ لإيه؟ هو جهاز واحد متثبت، ومستحيل يبقى البشر دي كلها نوع جلدها واحد وسمك الشعرية فيها واحد. صحيح. فمن هنا تظهر الكومبليكيشن اللي بنسمع عنها في الماركت من مخاوف الليزر.
لكن انا لو استخدمت الجهاز المناسب للبشره المناسبه للشعرايه المناسبه هجيب اعلى يعني الرزفت. هو جهاز واحد وفيه ثلاثه بروجرام؟ لا، انا عندي الجهاز اللي موجود في المركز، انا عندي جهازين لازاله الشعر، واحد محطوط فيه اثنين سيستم وواحد منفرد لوحده. المنفرد ده بتاع مين بقى؟ ده الديود، ده ممكن ابدا بالازاله في الاول لان الشعرايه بتبقى سميكه وبعد كده الشعرايه بتخف، فالديود ما بيجيبش نتائج معاها تاني. فانا بشفت لجهاز اقوى زي الالكسندرايت. انت بتدخلي مراحل يعني، عارفه بالزبط. بتعملي مراحل بالزبط. لانه فعلا في ناس كتير بتقول انه انا عملت ليزر بس في عندي البيبي هير ده او الحاجات البسيطه دي، كنت بتجيب نتائج معايا كويسه جدا في الجهاز 3 4 جلسات وبعد كده ما بقتش استجيب. وفي اللي بيقول لك انا عملت وما استجبتش اصلا لاي نوع جلسات، في ناس اللي بتقول لك انا اتحرقت من الجهاز، في ناس ما كملتش في اماكن لان لسعه الجهاز قويه جدا فبينفل جدا مؤلمه فمش محتمله فما بترضاش تكمل. الحمد لله ان احنا عندنا تميز جدا في اجهزه الليزر موجوده في المركز لانها بتغطي كل الانواع بدون الم. ما وعايزه اقول للناس من اول جلسه مفيش اي الم خالص بالظبط، يمكن انا من الناس اللي جربت اللي جربته مفيش الم خالص، يعني ما بتحسش باي حاجه بالظبط. يعني انت عملتي من غير بنج مضيع اصلا من غير كريم، الجهاز نفسه مش مؤلم. لا مش مؤلم ونتائجه حلوه جدا من اول جلسة مره الحقيقه بالظبط. يعني الواحد فعلا بيحس من اول مره انه لا الموضوع يعني مختلف خالص بالظبط. طيب ده يمكن اللي الناس محتاجه تعرفه. في ناس كتير قوي بتقول لك ايه اول ما تشوفي تقول لك انا بشرتي حساسه. انت بتسمعي اكيد الكلمه انا دي هتكلم كتير. بقى عن المفاهيم الشائعه ان الناس بتيجي اسمعها في العياده، اول ما تدخل الدكتور انا بشرتي حساسه، انا طلعت شويه في الشمس بحمر وبقلب باسمرار الليزر وهيعمل لي كومبليكيشن. اقول لها لا، انا لو ظبطت الجهاز بنوع بشرتك عمره ما هيحصل كومبليكيشن. انا عندي وحده تبريد ببقى واثقه من الجهاز بتاعي وانا شغاله ان هو عمره ما هيعمل لي مشكله انه يحرق او يعمل لي كومبليكيشن بعد الجلسه. المخاوف اللي بسمعها اكتر من الليزر، الليزر ده هيعمل لي سرطان، الليزر الجهاز بتاعي هيعمل امراض خبيثه بعد كده في الجلد وهيعمل الليزر غير متأين. الار الاخيره اللي في كلمه الليزر دي اختصار للنون ايونايزنج راديشن، يعني اشعاع غير متأين. الليزر بيتحط في العين دلوقتي يعني ايه بالزبط. يعني ده يختلف عن الاشعاع الاخر اللي هو المقطعيه والرنين، لان الاشعاع دوت بيبقى متأين فبيبقى على المدى فيه مشاكل، لكن الليزر الحمد لله سيف جدا على الجلد مش هيعمل كومبليكيشن. ناس ثانيه تقول لي هيعمل لا قدر الله لو انا بريجننت حامل او برضه ما اقدرش اعمل ليزر عشان انا خايفه على البيبي او انا برضه فمش هينفع اتعرض لشعاع الليزر. انت كنت حامل وبتعملي ليزر للعيانين للشهر التاسع لحد قبل موعد بيوم كنت شغاله أيوة في السنتر عادي جدا فما فيهوش اي مشاكل مع الحمل ولا مع الرضاعة. حتى انا بقول للناس ما توقفش جلساتها في فترة الحمل لانه ده ملهوش فعلا، هو فعلا سيف في في المرحلة دي. فدي كلها مفاهيم غلط بنسمعها عن الليزر. برضو في نقطة عايزة اتكلم منها عنها، الناس اللي بتعمل ليزر لزيادة الشعر اللي بيبقى في الوش او في الرقبة او في السن هنا لازم يبقى معايا هرمون بروفايل ليها قبل ما نبدأ نشتغل، بطلب لها هرمونات الذكورة التستوستيرون الفري والتوتال لازم ابقى عارفاه عشان لو فيهم مشكلة نظبطها. بطلب منها برضو سونار على المبيض والرحم عشان التكيسات عشان نمشي سليمة، لان لما اخلص جلساتي مش عايزة حاجة تطلع لها الشعر تاني. تمام. طب احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الليزر، فاصل ونرجع على طول. ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل ولسه معنا دكتورة شيماء، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الليزر. تمام، عايزين نعرف بقى الجلسات بتبقى عبارة عن ايه علشان برضو في ناس لحد الآن فاكرة ان هي مرة وخلاص وكده كفاية. طيب هي النتيجة بتظهر من الجلسة الأولى فعلا، بس أنا محتاجة أفرش جلسات من 4 لـ6 جلسات عشان أضمن إن الشرايح هي شرايح هتموت من أول جلسة، بس لازم أعمل عليها جلسات محافظة عشان أضمن إن بعد ما أوقف الجلسات ما يطلعش تاني. بتعمل 6 جلسات جلسة شهريا، بعد الـ6 جلسات بقول لها بتحتاج جلسات محافظة كل 3 شهور 4 شهور جلسة عشان أضمن إن بعد كده خلاص الشعر ما يطلعش تاني. تمام. طيب خلينا نعرف كمان استخدامات الليزر الثانيه بقى غير الفراكشر ليزر. ده القسم الاخر او الشق الاخر من الليزر المستخدم كتير في مجال الجلديه. الفراكشر ليزر هو عباره عن ليزر مجزأ كربوني بينزل في الجلد بس بيبقى بينه جلد سليم عشان يحصل هيلينج للجلد بشكل اسرع. الفراكشر ليزر ده ليه استخداماته المختلفه، بيستخدم في النضاره في حب شباب في اثار. ده الجهاز اللي هناك ده هو ده السنتر عندنا، دي اجهزه الليزر المختلفه الموجوده اللي هناك، ده الفراكشر ليزر. عندنا الرجوف ده الديود ليزر، ده اللي بيستخدم في ازاله الشعر لما بتبقى مساحه كبيره من
الجلد والشعرية سميكة وتخينة بنستخدم الديود بيعمل نتائج كويسة جدا معه. زي ما انت شايفة هو اللسعة السيدة مش حاسة بيها يعني مفيش منها بينفول. ده الديود اللي جايبينه في الكام ده الديود. التاني ده الالكسندرايت والسيناشور الالكسندرايت. بص الجهاز عبارة عن جزئين ده الجهاز ووحدة التبريد اللي جنبه. زي ما احنا شايفين يعني السنتر فيه انواع اجهزة كتير جدا مغطي كتير صحيح مغطي كل اشكال الجلد كل انواع يعني الشعر يعني اي حد هيجي لكم باي لون باي شكل باي هنتعامل معاه والحمد لله هيجيب نتائج ومن غير كومبليكيشن الحمد لله. انا يعني المركز عنده سمعته يعني فلانه جابت فلانه وفلانه لان في بقى في ثقه في المكان كل اللي بيجي بيلاقي نتائج فده طبعا بيضمن استمراريتنا بيضمن المصداقيه مع المريض. صحيح. الحاجات كمان اللي انتم متميزين فيها قوي يمكن يعني انا عايزه اتكلم عنها بسرعه قبل ما الفقره تخلص شد الوش بالخيوط متميزين انتم جدا في النقطه هو دي. الحمد لله برضو ان عندنا احنا دخلنا انواع خيوط كتير المركز عندنا الفرنسيه وعندنا الالماني وعندنا انواع مختلفه. الخيوط الاخيره اللي عامله صيحه في السوق جدا الخيوط الالماني بتشد بدرجه عاليه جدا جدا بس الخيوط ديت في بس 20 دكتور على مستوى الجمهوريه اللي مصرح لهم باستخدام الخيط لان ديت ليها سيرتيفاي ليها شهاده بنمبر معين على مستوى العالم عشان الدكتور يقدر يمارسها والحمد لله يعني انا من 20 دكتور اللي على مستوى مصر دي معاهم الشهاده فبنقدر نستخدم الخيوط دي بشكل امن بيجيب نتائج كويسه يعني جدا لازم يكون في تصريح كمان باستخدام الخيط لان بالظبط دي سيدة مركب لها الخيوط الخيوط بتختلف عددها الشكل اللي هنركبه حسب الحالة اللي قدامي لازم أعمل تقييم كامل للسيدة نشوف التهدلات في منطقة الخد التهدلات في منطقة الجولايد في الرقبة في اللغد وبعد كده بنبدأ نحدد نوع الخيط كمية الخيوط اللي هتركب الشكل اللي هركب بيه الخيط لأن الغرض مني اللي أنا أعمل ماكسيمم إنها أعمل ليفتنج برضو عايزه افهم الناس بتبقى خايفه انا وشي هيتشد مش هقدر اتحرك مش بتريح مش شويه بعد كده بالظبط هي خلال اسبوع 10 ايام بتاخد وش شكل الوش وبيبدا يبقى فيه راحه للوش بيبقى شكله ناتشورال طبيعي جدا جدا الخيط ما بيبانش تماما بعد ما بيركب بيديها مده معاها من 3 ل 5 سنين بيغنيها ان هي تدخل تعمل سيرجيكال ليفتنج ان هي تعمل شد جراحي بالكومبليكيشن بتاعته من تخدير او فتره نقاهه طويله بعد العمليه ففي الخيوط لا هي وسيله امنه واخد ابروفد من الاف دي اي حاجه فعلا اثبتت كفاءتها في الفتره الاخيره وفعلا هي حلت محل العمليات الكبيره وحلت مشاكل ناس كتير. دكتوره شيماء ميرسي على وجودك معايا النهارده. دكتور شيماء منصور استشاري الجلديه والتجميل والليزر بالمركز الطبي. هنروح لفاصل بعد الفاصل هيكون معانا دكتور اشرف سمعان وهنتكلم معاه عن مشاكل الجسم وتنسيق القوام. فاصل ونرجع على طول. يمكن من اكتر المشاكل اللي بتقابل اي حد ان هو يبقى فيه عدم تناسق في جسمه. يعني كتير قوي من السيدات بتعاني من تقولك انا مش عايزه اي حاجه انا بس عايزه يبقى فيه تناسق لانه ساعات الجزء اللي فوق بيبقى اتخن من الجزء اللي تحت او اللي تحت اتخن من اللي فوق. فازاي نعمل التناسق ده من خلال العمليات البسيطه وانا بسميها بسيطه لان فعلا بسيطه تعتبر مش عمليه كبيره عمليه شفط الدهون. خلينا نعرف ده ونناقش ده اكتر مع دكتور اشرف سمعان استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام بالمركز الطبي. اهلا يا دكتور اشرف. اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله. بتجي لك ستات كتير تقول لك انا مشكلتي في الحياه انه انا فوق غير تحت خالص؟ كتير بس استاذنك نخلي الحلقه اكتر على الرجاله النهارده. الرجاله طب ما احنا خلاص قلنا للستات بقى خليها بكره عن الرجاله. اوكي. نوعدهم ان بكره ان شاء الله هنتكلم عن الرجاله. لان الحمد لله يعني احنا اول امبارح عاملين 4 رجاله. ده في يعني تقدم بالظبط كده حاجه ملحوظه جدا ان عدد الرجاله اللي بتعمل شفط وهو بالون مثلا او شفط او شد او اي حاجه كتير جدا الحقيقه يعني احنا بنشوف عدد يمكن موازي للعدد السيدات. خلينا نناقش ده بكره ونعرف بقى. أوكي. يعني انا عايزه الرجال كلهم يستنونا بكره اي حد عنده مشكله او مهتم ان هو يعرف معلومات اكتر عن شفط الدهون للرجال هيتابعنا في حلقه بكره. بالظبط. خلينا بقى نتكلم عن الستات لان انا يعني انا شخصيا قابلت ناس كتير قوي عندها الماساه دي. اوكي طيب احنا بنتكلم عن توزيع الدهون دايما ونتكلم عن اهم حاجه في الموضوع هو توزيع الدهون. يعني بنلاقي كتير قوي سيدات لسه كان امبارح مثلا في كذا مريضه في المركز وكشوفات وحاجات كتير كده معظمهم
بيشتكي من أسوأ حاجة في الموضوع اللي هي السمنة العلوية من فوق. فكرت دي سيئة جدا. من تحت لا لا لا، اللي من تحت دي سهلة على فكرة. أنا بقول للعينة مبروك. لما بيبقى عندها مثلا تراكم دهون في الهانش والفخدين، أنا بقول لها مبروك، شفط دهون فقط وخلصنا وسهلة جدا. لكن المشكلة لما بتبقى المريضة مثلا عندها تراكم الدهون في منطقة الظهر والدرعين والبطن، دي القضية الحقيقة اللي هو اللي بنقول عليها أبل شيب، اللي هي جسم تفاحة، هي بتضيع الشكل الإنساوي خالص تماما. فاللي بيحصل كمان ان المرضى دول ما بيستفادوش كتير من شفط الدهون، يعني لما بتيجي مثلا تقول لي انا عايز اعمل شفط دهون بس، مش هتستفاد كتير من شفط الدهون، لانها بتبقى محتاجه على الاقل بالون معده معاها، حتى يعني لو وزنها قليل مش كتير قوي. حتى لو وزنها قليل؟ يعني حتى لو وزنها 80 90 على فكره، وتوزيع الدهون بالشكل ده عندها بتحتاج للاسف بالون معده، لان شفط الدهون لوحده ما بيبقاش كافي خالص. يعني كتير قوي من المرضى بيجي مثلا بالكونفيجريشن بالشكل ده، بيقول لي طب ليه تعمل لي بالون، انا وزني مش عالي. لان توزيع الدهون عندك مش كويس، فاحنا لما بنيجي نعمل شفط دهون مش هتجيب كميه كبيره من الدهون، فلازم حاجه تساعد شويه عشان جسمه كله يقل، لازم هي البالون تساعدنا في الموضوع ده. يعني خلينا نقول لهم ان اللي عنده سمنه من فوق يا جماعه، سواء رجاله او ستات، شفط الدهون مش هيكون كافي، لازم تدخل ببالونه. علشان ايه؟ علشان توزيع الدهون. توزيع الدهون يظبط، لان احنا حتى لو عملنا شفط دهون مثلا في البطن والدراعين والكتفين عندهم، كميه الدهون ما بتبقاش كتيره. لان بتبقى تراكم الدهون الداخلي اكتر او ما بين العضلات اكتر، فما بتبقاش كتيره خالص، مش زي مثلا مناطق الهانش والفخدين بتلاقيها بيور دهون، دهون خارجيه كامله. فسهل جدا ان احنا نشفطها، لكن المناطق اللي هو تراكم الدهون في الجزء العلوي دي بتبقى سيئه جدا. يعني بقول لك حاجه يا دكتور اشرف، ساعات في ناس بتبقى عندها فعلا الارداف بالمؤخره مفيش خالص، وتلاقيها عريضه جدا من فوق بالظبط. طب بيعملوا ايه دول؟ ممكن تظبط لهم الدنيا ازاي؟ يعني احنا لازم ان احنا مثلا نشفط من الاول من فوق ونركب بالون، وممكن نحتاج تحت سيليكون مثلا، عملناها كتير جدا الفتره اللي فاتت ان احنا بنركب سيليكون او بنعمل حقن دهون، لكن الافضل دايما ان احنا نعمل شفط دهون مع بالون، دي قاعده. لان تراكم دهون في النصف العلوي ده، يعني ما يتخيلش المريض انه هيدخل ما يلاقيش. انا بيجي لي بنات 18 19 سنه، سوري معلش، عاملين كده، يعني بتبقى الحته دي عريضه جدا عندها، وبطن كبيره جدا، وظهرها مليان جامد دهون. جدا يعني فلما تيجي تقول لها مثلا شفط وبالون، تقول لك لا انا خايفه من البالون، مامتها مثلا، دي اسهل حاجه في الدنيا. لا كتير جدا بنسمعها بتقول لك انا خايفه من البالون. لا طب بالمناسبه كان في مريض عمل عمليه اول امبارح، كان لطيف جدا يعني، كان جاي يعمل، قلت له اخترت له شفط وبالون. عموما في الرجاله هنتكلم عنهم ان شاء الله بكره، ان احنا لازم شفط وبالون غالبا عشان الكرش الرجالي الكبير، عشان نبقى بس ايه متفقين. فبقول له شفط وبالون، قال لا انا خايف من البالون. فصاحبه اللي معاه في نفس السيشن في نفس العياده قال له خايف ايه ده، انا بنتي عملتها عند دكتور اشرف خسها 60 كيلو. انا ما كنتش اعرف على فكره. يعني تفتكر ايه ولا ايه؟ يعني حتى ما كانش هو قايل لي. فبقول له بجد؟ قال لي ده بنتي عملت عند حضرتك مش عارف من شهر كام، وخس حاجه و60 كيلو، مبسوطين جدا. فايه يعني كلمه بقى اللي بيقول لي خايف من البالون، ما يعني لا مفيش لا. اي حاجه تخوف من البالون. تاني حاجه كمان، جايبين نتائج كويسه جدا مقارنه بتكميم المعده، اللي بصراحه الحمد لله يعني انا فوجئت، انا يعني ما بفتكرش كتير المرضى يعني من كترهم، مش عشان حاجه يعني ما شاء الله بقى تشوت لكن هو مثلا لما جه الاستاذ ده بيقول لي بنتي عملت عند حضرتك شهر كذا وخست كذا، انا انبسطت جدا. يعني قلت له فعلا وبتاع، قال لي ده احنا عايزين خسس 60 كيلو، عايزه ايه بقى؟ ولا محتاجه لا تكميم ولا تدبيس ولا اي حاجه؟ كانت 125 بقت حاجه و60، دي بقت هايلة على كلامه هو بالظبط، يعني بقت هايلة، يعني مفيش احسن من كده. فلما نيجي مثلا ناخد نتائج بالقدر ده بعمليه بسيطه بالشكل ده، يبقى الحمد لله ده انجاز. خلينا نقول لهم هي حاجه بالونه قد ايه حجمها؟ حوالي 700 مللي. ايه قد المعده؟ 600 مللي او 700 مللي. لا لا الاقل من المعده بشويه. يعني قد ايه؟ 700 مللي يعني تقريبا كده، بتركب بالمنظار المعده، بتتنفخ جوه الرمانه مثلا كده، حاجه كده يعني. بتركب جوه المعده بالمنظار، وبتقعد تقريبا من 6 شهور لسنه، وتتشال بعد كده بالمنظار. هي الحقيقه يعني دايما انا اقول للمرضى كده، استحملوا اول فتره اللي هو اول اسبوع عشان ابقى صريح، ماشي؟ استحملوا اول فتره اول اسبوع، والمواضيع بعد كده بننسى ان احنا مركبين بالون. يعني اول فتره مثلا قلق في المعده شويه بالظبط كده، وبعد كده بننسى. هيقولوا لي هيجي الوقت ده ان احنا، اقول متاكد 100% ان ده هيحصل، بننسى ان احنا مركبين بالون.
فعلا بتبقى وجبتنا قليله جدا، اقبالنا على الاكل مش لا ده انا عايز اقول لحضرتك من كتر مثلا ما المرضى، انا في مريضه مثلا خس 40 كيلو معايا لسه عامله من 3 شهور تقريبا، من كتر ما بتخاف تاكل وبتاكل كميات قليله ما بقتش تحب تاكل خالص. والله ده يعني مطلوب لناس كتير بصراحه. فعلا يعني كانها عامله تحويل مسار مثلا. لدرجه مثلا بتقول لي انا باكل اي حاجه دلوقتي ما مش عايز اكل خالص. ما هي الفكره عند ناس كتير ايه يا دكتور اشرف؟ ان هم بياكلوا كتير او ما بيعرفوش يسيطروا نفسهم على نفسهم قدام الاكل، فالبالونه هتسيطر عليهم. بالظبط كده. وكمان عايز اضيف على التعليق حضرتك ده، ان مش لازم يكونوا بياكلوا كتير. يعني في مرضى كتير يقول لك طب ما انا مامتي ما بتاكلش، مدام عندها 60 سنه قاعده في البيت مثلا ما بتتحركش كتير لكن وزنها زياده، لما بقول لها شفت بالون يقول لي لا هي ما بتاكلش حاجه، تعملها طيب. ليه بالون؟ مثلا اوكي، يعني سؤال منطقي جدا. يعني مش لازم ابدا تكون بتاكل كتير عشان اعملها بالون، دي مهمه جدا نوضحها. لكن ممكن مثلا تكون ما بتتحركش كتير عشان كده وزنها زاد. ممكن مثلا يكون بتاخد علاج كورتيزون ودي بنشوفها كتير جدا. طب بالون هتساعدها في ايه؟ لازم تخس. في دائره مغلقه ما بين الاكل مثلا اذا كان حتى كم الاكل ده قليل والدهون المخزنه في الجسم، هي محتاجه كم اقل، يعني كم اقل بكتير. هي بتاخد مثلا دواء معين او ما بتتحركش كده، فهي حتى لو بتاكل بتاخد كم معين هي محتاجه اقل من اقل بكتير. ولازم نقطع الدائره المغلقه ما بين الاكل اللي داخل الجسم والدهون المخزنه في الجسم. اوكي، لازم دي تتقطع فيبتدي الجسم ياخد من المخازن بتاعته الستورز بتاعته، اذروايز مش هتخس. يعني لو احنا اعتمدنا مثلا انها مش بتاكل كتير فاحنا مش هنعملها بالون معده، احنا مش هنعملها تكميم معده، احنا مش هنعملها تحويل مسار، يبقى هتخس ازاي؟ صحيح، يعني منطقيا. فكتير جدا من المرضى يقول ايه لا ده ابني او بنتي او مامتي ما بتاكلش، مش محتاجين الحاجات دي. لا لا، الموضوع ملوش اي علاقه بالاكل، دي مهمه جدا نوضحها. طيب ده بالنسبة للبالون. خليني بقى اتكلم شوية، عايزة اتكلم عن الناس اللي عندها سوء توزيع، اللي بيجوا يقولوا لك انا عايزة جسمي يبقى متناسق، يعني عايزاك تشوف ايه المشكلة فين وتحط من هنا تشيل هنا، يعني لسه امبارح كان عندنا حالتين مثلا اللي هو التركيبات اللي احنا بنقول عليها دي، عملنا شفط دهون البطن، عملنا حقن دهون في الوجه، عملنا تجميل انف في حالة واحدة كانت لطيفة جدا. يعني دي اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي زيادة هنا وخاسة هنا وشها هبطان خالص عشان بتعمل دايت كتير، فهي محتاجة ان تملى وشها، مناخيرها ظهرت كبيرة جدا بعد ما خست كتير، بنشوف الحاجات دي يوميا تقريبا. فعملنا لها خدنا دهون من البطن حقناها في الوش وبعدين عملنا تجميل انف، كانت نتيجة مرضية جدا. في نفس اليوم كانت مامتها بقى بتعمل، يعني عملت شفط دهون وحقن دهون زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، عملنا شفط دهون البطن وحقناها في الهانش. بينفع بيبقى حلو؟ يعني هو في الهانش بتبقى كميات قليله شويه والنتائج اقل بكتير من السيليكون، ولكن ساعات يعني ساعات في ناس بتبقى مش محتاجه كتير بالظبط، سنها كبير مثلا مش محتاجين ان احنا ندخلها اكتر من كده، هي محتاجه حاجه بسيطه زي كده. تمام. حلقه معقوله الفقره خلصت؟ طيب احنا فقرتنا خلصت يا دكتور اشرف، انا بشكرك على وجودك معايا. دكتور اشرف سمعان استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام بالمركز الطبي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. بشرتك مع ماسي جه وقتها، واللي بتنورني فيها ضيفتي العزيزه دكتور دينا ابو سعود المدير الطبي لشركه ماسي فارم. عامله ايه يا دندو؟ الحمد لله كله حلو، كله زي الفل. كله حلو طبعا، ما انت كل يوم بتحطي ماسي دول ماسي، فلازم يبقى كله حلو ما دام بشرتي كويسه فانا بخير. صحيح فعلا، البشره لما بتبقى كويسه بتبقى كله تمام، بتحسن من النفسيه كلها، بتظبط النفسيه والثقه بالنفس. يعني قولي لي تعليقات الناس كده بعد ما بتشتري ماسي دورو جولد، اكيد بتقولي لي بيكلموني وفي الشركه، وعندنا احنا طبعا الميديا والسوشيال ميديا مبسوطين جدا جدا، واللي كانوا مستغلين واشتروا تاني على فكره. ايوه اللي كانوا مستغلين ورجعوا اشتروا تاني، يعني مثلا بنت اشترت لمامتها، بنت اختها شافت نتيجه ماسي دورو جولد اللي احنا بنقولها على طول فاشترت لنفسها، فمش قادره اقول لك التعليقات فوق الممتازه الحقيقه. انا عايزه اقول لك انه لما الناس مثلا، يعني في ناس تقول لك ايه الكريم اللي بالذهب، يعني اقول لهم لا هو مش ذهب بس، ده هو حاجات تانيه كتير، مش بس ذهب، فكره الذهب فعلا معلقه مع الناس طبعا. عايزه اقول لك فعلا ماسي دورو جولد عامل طفره كبيره جدا، انا ناس كتير من دول الخليج حتى بتكلمني سيدات دكتوره دينا ايه موضوع الكريم اللي بيصغر في السن شكليا 10 سنين، ايه الكريم اللي فيه 56 عنصر
ايه الكريم اللي احنا نقدر نستخدمه ونستغنى عن كل الكريمات الثانيه؟ ايه موضوع ماسي دورو جولد؟ ايه موضوع ماسي دورو جولد؟ ماسي دورو جولد كريم بقاله 6 سنين بتعملي عليه ابحاث في كل العناصر اللي بتحتاجها البشره، في كل الفيتامينز والاحماض الامينيه والاوميجا 3 والذهب والكافيار والكولاجين، كل الحاجات دي البشره محتاجاها 100%. لان بعد 25 سنه وحقيقه قبل كمان 25 سنه لا اسكتي، ده امبارح دكتوره ريفيان بتقولي من 18 سنه بيبدا العد التنازلي. ما هو هو دلوقتي خلاص ما بقاش زي زمان، في تلوث بيئي، في اتربه، في عدم شرب ميه، الحاجات دي كلها بتخلي من 18 سنه بيبان التجاعيد. صحيح، ودي طريقه الاستخدام طبعا ناس كتير احنا نستخدمه ازاي، فاحنا بنحب على الشاشه على طول كل يوم نبين طريقه استخدام ماسي دورو جولد. البنت مش حاطه ميك اب تماما، اول ما حطت ماسي دورو جولد وشها ادى نضاره في وقتيه يعني، وانس انها حطته بيدي النتيجه فوريه. حمر طبعا في الخدود بتحمر طبعا، تنشيط الدوره الدمويه، بيحسك سخونيه شويه طبعا. السخونيه دي نتيجه تنشيط الدوره الدمويه، فبتجري الدم والبلاد فلو بيعلى في وشك كل يوم، ده حقيقي. فطبعا انت بتشدي البشره. الكافيار اثبت ان الكافيار كمان بيعالج ترهلات البشره وبيشد الوش. الكافيار عنصر اساسي في ماسي دورو جولد كمان، وكمان بيعمل فوليوم يعني في ناس بتقول لك انا خست عندي قوي قوي قوي، خسيت قوي فعايزه وشها ترهل شويه. ماسي دورو جولد الحل، لان ماسي دورو جولد مع الكافيار والذهب في ماده الفيلر هايلورونيك اسيد، كل العناصر دي موجوده في ماسي دورو جولد، كل عنصر اهم من الثاني، كل عنصر اغلى من الثاني، كل عنصر البشره محتاجاها. وعلى طول احب اقول ما فيش حد يستخسر في بشرته ابدا، لان وشك هي مرآتك للمجتمع يعني. والله لو سبتي نفسك هتبان العجز يعني، ممكن بنت عندها 25 نفسيتها هتتعب كمان وهيبان عليها العجز بدري قوي يا يوم يعني، لو فعلا ما اهتمتش بشرتها وما حطتش ماسي دورو جولد هتعجز بدري. فانا على طول بنصح ان حتى البنات اللي عندها 20 سنه ما عندهاش مشاكل في البشره، ماسي دورو جولد انتي ايج بيحارب شيخوخه البشره، مش هيطلع لها صحيح. مش هيطلع لها ابدا تجاعيد على اللونج لونج ران. لانه في ناس بتقول طب انا احط من دلوقتي ليه؟ طب ما انا استنى ما التجاعيد تطلع. طب يعني المنطق غريب بصراحه. نعالج ولا نعمل وقايه احسن؟ لا وقايه طبعا طبعا، طبعًا. فمهم جدا ان احنا نعمل وقايه اهم من العلاج. العلاج لو سيدات من 25 30 40 50 ماسي دورو جولد الحل السحري. على طول اقول ان ماسي دورو جولد بيصغر في السن شكليا 10 سنين. يعني بيدينا لوك اصغر ازاي بقى؟ لما بتجددي خلايا بتاعت بشرتك، لما بتشيلي التوكسنز والسموم، بيعالج البثور السوداء او البلاك هيدز، لان كل دي سموم. توحيد لون البشره ده مهم قوي يعني طبعا. انا من الحاجات اللي لاحظتها انه فعلا بيخلي ميه البشره كلها واحده. واحنا عندنا سيدات كتير ورجال بيعانوا من موضوع ان وشهم مبقع. ماسي دورو جولد بيخلي الوش صافي، الوش ميه واحده، بيعالج النمش والبقع لان هو بيشتغل على الميلانين، بيقلل افراز الميلانين وبيرجعه لحجمه الطبيعي. بيقلل افراز الميلانين اللي هو بيعمل التصبغات. بالظبط بالظبط، ماده موجوده تحت البشره. تعرضتي للشمس كتير، عندك هالات سودا، كل الحاجات دي بتفرز الميلانين زياده. فهو اوريدي بيحارب الكلام ده كله وبيقلل الميلانين لحجمه الطبيعي. تمام، واحنا عايزين نقول ان هو مره واحده بالليل بتبقى كفايه قوي ان احنا طبعًا. ان هو يعمل المفعول طبعًا بتاعه طبعًا. يعني في ناس بتقول لك انا عندي مشاكل كتير انا عايزه بسرعه احلها. بسرعه هو مش من اول مره على فكره، لا هيعالج هالات سودا ولا تجاعيد، ولا هو هيدي نضاره وهتتبسط ان هي بالليل هتحط ماسي دورو جولد، هتصحى من النوم الصبح هتشوف بشرتها نضره جدا. فدي ده اساسي اول مره. العلاجات هتاخد من شهر لثلاث شهور. يعني ده كل طبيعي. حاجه يا جماعه بتيجي مع بتيجي بالوقت وقتها يعني. بالظبط. وبعدين انا على طول بقول انه بالليل احلى ليه؟ لان بالليل بتبقي مثلا حاطه الصبح حاطه ميك اب في الشغل، بتتعرضي للشمس، بتتعرضي للتراب، بتتعرضي للتلوث في الهواء او كده، انت بتروحي بتغسلي وشك بغسول وتحطي ماسي دورو جولد وتمسميلي كده فنجان شاي ولا حاجه وتنامي وتسترخي بقى ريلاكس. حاجه جميله جدا، ريلاكس قوي. واحنا عايزين نشوف الشهادات موجوده معانا على جداً على الشاشه، لانه دايما بنعرضها. من حق الناس ان هي تشوفها، من حق الناس انها تعرف هي بتشتري ايه، هتاخد ايه. ده ترخيص الاتحاد الاوروبي وترخيص وزاره الصحه المصريه. مهم جدا جدا ان احنا اي مستحضر ان احنا نشوف تراخيصه،
ما اقدرش انا احط حاجه على وشي غير لما تبقى امنه جدا. ماسي دروجولد فيري سيف ولا يتضمن على اي سايد افكتس خالص. ماسي دروجولد وزاره الصحه المصريه مدينها ترخيص والاتحاد الاوروبي فهو امن جدا. الاوروبي لانه منتج ايطالي مش منتج مصر. ايطالي طبعا ومترخص من جميع الجهات، بس عايزه اقول ان هو مش موجود في الماركت عشان كذا حد بيقول لي دكتوره دينا احنا نزلنا ماركت سالنا في الصيدليات مثلا صيدليات او سوق فيه ادوات تجميليه او كده. شركة ماسي فارم يعني قررت ان هي تحطه اونلي في ليه بقى؟ قولي لهم ليه؟ عشان في حاجات كتير قوي بتتضرب في السوق، في حاجات كتير قوي بتتقلد، فاحنا بنحب عملائنا جدا وعايزين المنتج يوصل لهم اصلي. صحيح، يعني ده مهم جدا. من المنتج غالي الرئيسي. منتج فيه مكونات غاليه جدا، دلوقتي بقى يتقلد الشكل بالعلبه كله بيتقلد بالظبط، بس مكوناته مش هتبقى مكونات ماسي، فهو عشان كده امن جدا ان هو يشتروه او يحصلوا عليه من شركه ماسي فارم اللي هي ارقامها ظاهره على الشاشه قدام الجمهور. يعني يعني ده للمصلحه يعني طبعاً. مش عشان نصعب على الناس. لا بالعكس، ده احنا عندنا مندوبين في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، وكمان احنا اللي بنوصل في العالم كله بعد بلد المنشا ايطاليا. تمام. طب احنا عايزين نعرف السكس اكشنز المهمين جدا اللي مكتوبين على العلبه اللي هو actions. بيعملهم. اوكي، انتي رينكلز مضاده للتجاعيد، انتي ايج بيحارب شيخوخه الجلد، وايتنينج بيفتح لون البشره وبيوحد لون البشره، موسترايزنج طبعا بيعمل رطوبه عاليه جدا، نورشنج بيعمل نضاره عاليه جدا، وفيس ليفتنج كريم ماسي دروجولد بيعالج ترهلات الجلد وبيشد الجلد. طيب. وهو في الاخر ان هو انريتش وذ جولد فليكس 23 كارات، الذهب 23 سيار 23 بالزبط. طب خلينا نشوف العبوه من جوه عشان ايه لما يجوا يقولوا لك طب هي قد ايه. طب لا دي كبيره 120 مللي. احنا ممكن نلاقي منتجات في السوق 20 مللي وسعرها و50 مللي كمان وسعرها ضعف ماسي دروجولد وتحتوي على كافيار بس. ماسي دورو جولد كل ضغطة بتلاقي كافيار، بتلاقي ذهب، بتلاقي كولاجين، بتلاقي سيراميد. السيراميد مهم جدا جدا جدا. هو ده السيراميد اللي هيخلينا شكلنا اصغر طبعا. 10 سنين مفيش احلى، يعني نفسي اصغر يوم مش 10 سنين. فهي دي العلبه. وبعدين الايطاليين او شركه في ايطاليا عامله محكم الغلق عشان ما يدخلوش هواء او بكتيريا. واحنا ما بنفتحوش من هنا، احنا بلاش نفتحه من هنا لانه فعلا انتوا عاملين يعني عاملينه كده عشان يا جماعه ساعات ايدينا بتبقى فيها الصباع نفسه او الايد بتبقى فيه اتربه، تبقى فيه حاجه، فاحنا بنحب ان احنا يبقى يفضل معقم السنه كامله. وكمان عشان هي بتهيألي المره الواحده بتبقى كافيه، كافيه عاملينها الكميه مناسبه طبعا. وبعدين حتى الشركه كاتبه ورا العلبه اد سمول كوانتيتي، حطوا شويه صغيرين فيري افكتيف مش كتير، نقط خفيفه، وزي ما شفنا الموديل عاملاه ازاي بتحطه ازاي بس ويبقى كده من جوه زي ما الموديل من جوه لبره وتحت العين طبطبه خفيفه جدا، والجبهه من تحت لفوق، والدقن من تحت لفوق، والرقبه كمان من تحت لفوق. هو الواحد اول ما بيحط هيحس بسخونه شويه او لسعان، والدهب بقى هيبان جدا على الوش. احساس حلو قوي يعني انا بحطه بحس باحساس حلو، بحس ان الدم بيجري في بشرتي وبحس ان وشي بيتشد، وبحس ان في نضاره. فكل وبعدين على فكره مناسب لجميع البشرات، محدش يقول لي لا طب للبشره البيضاء او البشره السمراء، بالعكس هو مناسب لجميع البشرات وجميع انواع البشره كمان. وكمان البشره الدهنيه يا جماعه ما تقلقش خالص، انا بشرتي دهنيه عادي ومفيش مشاكل. اللي بالزبط. عنده حبوب، اللي عنده اثار للحبوب مفيش اي مشاكل. من هو بيعالج كمان اثار الحبوب، دي حاجه مهمه جدا، لان بنات كتير كمان في سن المراهقه بيطلع لهم حب شباب، ممكن واحده تحفر تهرش او حاجه فبيسيب لها علامه بيشيلها تماما. انا بشكرك يا دينا على وجودك معايا النهارده ودايما منوراني. دكتوره دينا ابو السعود المدير الطبي لماسي فارم. احنا حلقتنا خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا من كل الكلام اللي قلناه. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يومنا طولان.